إلى ولاية جلفة الآن، حيث تعول السلطات المحلية على الاستثمار الخاص لامتصاص البطالة على غرار مشروع المذبحة الخاصة بالدواجن بعنو السارة، والتي تشغل حوالي 1000 عامل. أبو شلب، نحن هنا بضواحي عينو السارة. وجهتنا هذه المرة هذه المذبحة الخاصة التي تستخدم أحدث التقنيات لذبح الدواجن وتقطيعها. يشغل صاحب المشروع أكثر من 900 عامل، كلهم أبناء المنطقة من عينو السارة. عامل بسيط في كل مكان، عامل بسيط الحمد لله. عندي عامين هنايا. الله يبارك، رانا نحمد ربي ونشكروا على هذا المستثمر معاوننا. الله يبارك، ناكلوا كما يقول لك ناكلوا في لقمه هنايا، الحمد لله يا ربي. وبالرغم من جائحه كورونا لم تسجل المذبحه ولا اصابه بين العمال. بروتوكول صحي، البافات، درجه الحراره، كل عامل يعني اللي عنده شويه تاع حراره ولا يعاود يرجع، بروتوكول صحي تاع الوقايه دايرينو باتم المعنى. يعني حتى اليومين هذا ما عندنا حتى اصابه لهنا في المؤسسه. الطاقه الحاليه للمذبحه تقدر ب 6000 دجاجه و 2000 ديك رومي في الساعه. المنتوج فرض نفسه في السوق المحليه، فهل يفكر اصحاب المشروع في التصدير؟ الان هو واحد باش يصدر للخارج، هو يستنى فقط في كما نقولوا ليتر دو كريدي يفتحوها لهم الخارج، بعد ذلك يصدر من عندي من نائل الخارج. واش من دوله اصلا؟ هو يصدر الى موريتانيا. الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية يكاد يكون منعدما بولاية الجلفة، لذا تشجع السلطات العمومية مثل هذه المبادرات لامتصاص البطالة بالمنطقة.